اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ببرنامج صقع فقع. اليوم الحلقه شريف ما الضحك، جدر كامل ما التصنيف. شدوا بطنكم اذا ما تابعونا حياتكم تتم. السلام عليكم، شنونكم؟ شو اخباركم؟ هذا يوم الحلقة صدق صقع فقع. عاد يا فخم انا اليوم نشتغل، عندنا من يوم جاينا ممثل الكوميديا ما تجبنا من حفظ القاضي. عاد كانوا الكوميديا ما ولك سمعنا تنبق. هذا يوم رحيم بالكبير ستاد مجد ياسين، السلام عليكم. ولك شو انت شو قبله بزب عيني فوق ما اجي يمك نوب تقلد علي. وتعدتني يا اخوي عدتني. عديتك شني تطلع الفالون وعديتك انا ما ادري شلونك. ابي لوجه كيف امورك يا اهل بعلاوي؟ طبعا علي سمير صبيح ابو صديقي وصاحبي من الشعراء الفطاحل اللي موجودين طبعا عندنا، واليوم عندنا هذا البرنامج اللي هو صقع فقع برنامج فوق. خوش كل زين. وانا تأمل حلقه جبل. كل زين، زين انا عبالي محل مال فتري شوف. لا 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 اوقف ولك سمعنا تشبك. انا كانت فيك. تلزمتنا شويه شو طردتك زود نفسك. حدثت هذا ماجد. استاذ ماجد، اول حلقه انت راح تكون ببرنامجنا وشرفتنا طبعا. الله يسلمك. هذا البرنامج سويناه لقيناه خرده بالشارع. خرده بالشارع. اي لان فلوس ما انت كان؟ اي يعني فلوس ماكو. ماكو ما يعني نجيب يعني ندور عتيق ونجيب ندور عتيق ونجيب. هو هذا الموجود هسه. وفلوس ماكو. فلوس ماكو. خير من الله. فلوس ماكو. الحمد لله. حتى هذا العتيق هذا انتيكات وان شاء الله كله جيد. لا شمال بايسكل سفاير كل شيء تلقى عدل كل زين. وانا اقول ليش موجود هذا اخوهم الكبير. هذا اخوهم الكبير وهي كل الغرض موجوده كذا هنا مالها. والله محتاج صبان 10 10 زين. هسه احنا ايش نسوي؟ ان شاء الله راح نبدا الحلقه وياك باسئله. خوش. وعندنا فقرات ساعه السوداء. ساعه السوداء؟ اي ساعه السوداء لما جيت هذا البرنامج. لا وعندنا فقره ثانيه اللي هي لا بيها ولا علي. لا بيها ولا علي وقبلها ساعه السوداء. قبلها ساعه وصقع. وصقع اللي هاي اسئله. بس احنا مشاهدي قناه الديار الفضائيه اللي قاعد يشاهدونا من خلال قناتنا قناه الديار قاعد يشاهدونا. اكيد والبرنامج مالك. برنامج صقع فقع. خوش. ان شاء الله والحلقه. بدينا على الهواء. احنا بعد هنا لا ما راح نطير استاذ. احنا قاعدين. كل زين. كل زين. كل زين. شنو سالفه الحمامات الله يستر. استاذ ماجد سؤال، تعتبر نفسك الممثل الكوميدي الاول بالعراق؟ لا. لا زملائي واصدقائي واحبائي واساتذتي يعني هواي فنانين ما بقول. نعم. بس انا من ضمن الناس اللي موجودين بالساحه الفنيه كممثل كوميدي. نعم. ما اقدر اقول انا زين. من ترشح انه يكون الاول؟ والله شوف الانتخابات الجايه. ويدري الانتخابات اي مو غير ترشح لنا شاب الله صار. وبعدنا احنا موجودين بالساحه. احنا قاعدين احنا بالساحه الحمد لله. والفنانين طبعا تحياتنا لكل الكوميديان من الدرجه الاولى وكل الدرجات اللي موجوده حب واعتزازي لهم طبعا من خلال شخصيتهم. تحياتنا لهم طبعا. يعني العمالقه اللي موجودين يعني لا ننسى حافظ العيبي لؤي احمد اي ادراضي الرائع ابو رضا عبد الرحمن حسان دعدوش عبد الرحمن منشدي حسان دعدوش قاسم السيد المتالق المبدع حبيبي ابو رامي وايضا علي جابر. نعم من وجههم كل انا اسف ما انسى اسم من اصدقائي. نعم. وزملائي واحبتي كلهم دول طبعا خليل ابراهيم علي داخل شيخ الكوميديان المتالق سامي محمود الثنائي وعجاز مشرف الله ماخذهم على المتر وعطينا صبر مخالف ما طول تحت يا رجل. هذا ماجد ليش اكثر اعمالك ويا الاستاذه الحمراء يعني بدليل انه توم وجيري ما قدم بقدكم. الله يسلمك. كل زين. هسه احنا جبت داري توم وجيري. اي توم وجيري. اي نعم. توم وجيري. ايه. انا عامر ربيعي وماجد ياسين احنا شكلنا ثنائي في احد المسرحيات. نعم. فمن نجحت التجربه زين بالتسعينات زين. من نجحت التجربه بدات تتوالى الاعمال من نعم. قبل المنتجين والمخرجين على انه هذا العمل نجح بشخصيتين انا عامر ربيعي نعم. وماجد ياسين فبجت ماجد نقدر نقول بعدين وراها صار ماضي يا ماضي نعم تطورت الامور صارت كمسلسلات
زين. اشتغلنا انا وياها اشتغلنا عده اعمال تلفزيونيه وليس فقط مسرحيه. صحيح. بدليل ماضي ماضي يعني الحمد لله سوت يعني جو عند العائله الاراضيه وسوت لذلك الحمد لله. ببساطه استاذ ماجد هواي من الناس انه يقولون حسب التعليقات وحسب الشارع اللي يحكون يقولون استاذ ماجد انه مكلب او ملتزم بكاركتر واحد، هل هذا حبك الشخصيه ماضيه ماضي لو اديت عده شخصيات؟ نعم اديت بغدادي، اديت تاريخي بالفصحى، اديت هواي اعمال كاريكاتير، انا عندي تقريبا بال 560 حلقه. اه. ما في يوم اديت شخصيه ماضيه ماضي بس اي مثل بين ثلاث شيء. اه سمعنا كم وقت؟ أنا ما أخذها على المترة. أنت شعرك طبقين يا طبقة سكتشوية. لا لا هذا أنت دا تريد تحكي سولف وياي من جوا وفوق ما عليك. وقعدت فوق أنت قاعد بطبقة. لا ما عليك تشينا موديل. هذا موديل، هذا يسمونه جماعة السكنون. منو؟ السكنون. وقف لتاكسي يريد يروح له. طبعا. خوش سكنونو. قبل سكنونو فاحنا من ادينا هاي الشخصيه ونشأت عد العالم. نعم. وتعرف عده اجزاء. نعم. فوصلت للعالم ببساطتها بطيبتها بعلاقاتنا الاجتماعيه مع فعلا. العائله العراقيه وتدري الناس يعني ذواقين العائله العراقيه دائما تحب الذوق ودائما انه يقولون انه من خلال الوسط الفني يقولون انه ما يقدر يجيد غير شخصيه او ما يقدر يطلع خارج بابتي ابوك صديقي راح اقوم الزق خبراجدي. لا لا ولك انت ما عندك اي شخصيه. شنو ما عندي شخصيه؟ تعال انت شو مسوي؟ ولك تبع 100 عمل انا عم بضحك ولا تسمع شو خليك. جيت يا شخصيتي شفتها على مود هسه قلت لي عليها حسب الناس اللي يقولون مثل ايش؟ والله دق لي مثل ايش؟ ما هو يقولون فقط شلون يجي خالي انت اول ما جيت انت النجم الاول بالكوميديا وهسه تقول انت ما تعرف غير بس هاي صبر وهذا برنامج كم صبر؟ اي كلش فول خذ كلش لا تخرب عليها خلنا نشوف برا خلنا نشوف خوش يعني هسه انت ما شايف عمك ابو ياسين اعمال بس ايش لا اكيد شلون لكن احنا نريد نوضح للناس انه استاذ ماجد ترى مو بس هذا العمل يجوز متابعين فقط ماضي ماضي اكو ناس متابعه اكو ناس متابعه فقط ماضي ماضي وليدي انا 32 سنه بالوسط الفني الله يعطيك طول يعني ثلاث سنين والله تقاعد شنو اسكاني العمر كذا زين يقولون عليك ملاكم صدق كذي بيمين بيمين ملاكم يعني اذا فلوس ما تاكلها جوال عكاشي صدق بالكاش بالكاش انت قبل شويه ابني مو قلت ماكو فلوس وبابا ما زين مو مالك محل مال هذا محل مال بايسكلات مال بايسكلات كلها انتيكات وجايبها من هذا وعطيه لنا فلوس ماكو ابني احنا الجود من الماجود. نعم. جود من الماجود جود من الماجود من الماجود بس حافظها بس هذا هو تختم هو هذا برنامج واحد عنده كل شيء الحمد لله ماشي ما له الوضع المهم الا قطع الحمد لله الحمد لله استاذ ماجد طبعا وصلنا للفقره الثانيه اللي هي ساحه السوداء ساحه السوداء اي والله ساحه السوداء يوم اللي جيت بيها نايمك في دوار عمرك اي والله اكيد سويت بيها ايش دعوه شو ابيض هلقيت شني؟ وين منو؟ ماخذينك قسطاره شو ابيض مني؟ هسه الوالد ما يشوفني يضحك علي لا صديق ابيض؟ وعلى ابيض وشو ضعفان ولا زين؟ عم فول فول شنو الجمال هذا؟ يا جمال جمال تخبل البياض شايل انت ما حد شايله صديق؟ الحمد لله بارك الله فيك. عودي يا سلام. طلع الراتب وزعوا مكافآت يا الله. لا لا مو راتب الظروف فقط. هاي الظروف كل ما نظروف كل ما نظروف كل ما نخاف نشبث كيف خلينا نكمل كل ما نظروف كل ما نظروف اها وجابنا هنا يا كل ما نظروف او ساعة السوداء يا ساعة السوداء دكم بلا دكم شنبك ولك شنبك ما اعطيني طابو جيم ما اعطيني طابو جيم انت كم راح اسوي شنبك هاي استاذ ماجد من هالدني لك انت قل لي ابو ياسين احلى هسه مدرسه كسا استاذ ماجد قل لي عم ابو ياسين عم ابو ياسين ثلاث ظروف اختار من هالدني على مود نقدر نسالك فوش شنو بهم لا مو راتب هو شنو بيهن انا راح انزل لك اكل واسوي له لا شنو يعني اسال لا لا ايه هاي شو فدوة سبع فدوات عم منور تخبط سلمك
بس شرط اذا ما تجاوب اروح لالي؟ لا لا وين طالع من العماله صبر اذا ما تجاوب نسوي لك فقره يا اما هاي يا اما رش لك هذا انت اختار خوش وش اللي من الدالب ماي والد يجي الوالد خوش تعال اول سؤال طبعا اول سؤال جاوب عليه بخمس ثواني خمس ثواني خمس ثواني اذا تعبر تروح ويلي 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 انا يا ويلي يا ويلي هذا السؤال هو طبعا يقول اتصل بصديق لو هذا لا لا هم سيربح المليون ما هو الشيء الذي يقرص ولا تراه خلي اقول الشمس عقروقة عقروقة راس ابو جنيب ابو براس قلنا لك اصبر يا اخي تبرد تذوق عدل صيك العدل الشمس ما تقل وين اكو شمس تقرص وين البرد ما ادري شو شفنا البرد حتى شتي ما شفنا بعد شنو السؤال الثاني عندي قرص يجوز انت ما تدفع قرصتك بعد هاي شرط اذا جاوبوا تام وروح بها هاي همين لك ايه هاي شرط وبعد شرط يحب يتبارك اني ما هو الشيء الذي لا يمشي ولا يضرب؟ ما اعرفه حلو تعادلني لا مو لعبة الشرطة وقف استقبلنا بعد اثنين صاحب عائلة يا صاحب عائلة ولا سمعنا تنبك ما هو الشيء وشو ذاك لك شنو السؤال؟ ما هو الشيء الذي لا يمشي الا بالضرب؟ شنو السؤال عمي؟ والله اعرف انا كان بالبلام كنت اسويها يلا شنو؟ يلا يلا انت اسوي نسيت حلو كيف نسيت بالضرب خلصت العشره وخلصت وحده بيها ايش تري؟ بعد ما لحق زين هذا السؤال الاخير ما هو الشيء يسمى العرف اعطينا صبر مو هسه ما هو الشيء الذي يكون اخضر في الارض واسود في السوق واحمر في البيت؟ لا 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 عشان شجر بعد اثنين بعد ثلاثة لا مو رعد اربعة بشيء خمسة يعني غير الشاي يعني انت مثلا زين زين ذاك اول واحد غير الثاني ذاك ذاك المسمار ما يمشي الا بالضرب ليش ما قلت لك ليش ما قلت لي؟ شنو انت قلت ما اعرفه؟ لا طبعا انا بقلبي جاوبت بس ما رجعت شنو امتحان وين احنا؟ سهل يلا خلونا فقره حليتها ايش انت جاي تحط طفختي؟ جاهز؟ خلصت؟ هي خلصت هذا بعد اول المفروض يا عمو اول صديق ابوك تغششني اي وبعدين المفروض تقول لي اياها اذا عندي سكر عندي قسطره المفروض انا ما جاي دكتور انا قسطره ما جاي اخذ لك تحليل اسمع خلني شو حلو؟ حلو هاي ثلاث العفو خمس اسئله خمس اسئله اللي هي لا بيها ولا عليها خوش كل اسئله خمس اسئله عم بيها تجاوب لو نعم لو لا خوش كل حلو خوش ماشي طبعا لو نعم لو لا اكيد يا. بس لو نعم لو لا توم سمعنا تشنبوك ما عندك غير هذا هسه انت ما عندك غير هاي هسه شو قلت بالبال عمي انت من باكر خلي يعلمونك تدخل ايه هسه بعد انت لو قاعد بمكان هم بس هو يطربج مشانك طربج؟ اي طربج هذا مال الطربج ده طربج انه طربج بس سؤال اسالك وجاوبه بسرعه خل. نعم او لا مربى طيور؟ شاشه مربي سمك هور تقدر توقف التصبر تقدر تسبح ثلاث مرات باليوم؟ نسحب بيك يا رب؟ لا تسمح ليش؟ ما اسبح بس البري عليك كم زايد؟ لا البري عاطل فوق او انت كل شوي ما 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 صديق كذي زين صاعد كي او تاكسي ما دافع فلوس وطافر؟ لا من الشباك انزل ما انا قبل ابد خاوي قبل فلوس ولا لا بالعكس بس كل ما اروح بكي يدفعون حسابي فبعد كيف؟ طلع علينا ما ندفع لا بيصير خلي بيصير علينا يلا مع شوف مو مشكله زين تشرب اللبن بقصبه وين بيع حلقه هاي
لا لا مو حلقة لبن شربه بقصبه شنو على مدى القشوة تطلع شنو لا لا مو على اساس الجنعناء مو على اساس تدمر يقولون لا هيك تشربه بقلاص لا بالعكس خفيف خفيف هذا يبرد شيل الكمل مال شوارب ولا حبيبي جميل جميل زين بديع زين طربجت بحياتك على بنية فظيع شنو طربجت على بنية بزرق ولا انا طربج هنا أنا بعد انتهت مو لا انا اللي طربج وياه طربج وياه حلو انا لا على كيفك براحتك قوم قوم بعد وياي اوكي انا اللي كنت طربج بزغرك كنت طربج وطربج وياي انا وياي يوم جايبك ولا كنت طربج انا يا خلي ذاك الوقت ما كنت طربج خالي عشي يسمونه ذاك الوقت انا اقول لك خالك بذاك الوقت تدري احمران صغير وشني الله يسلمك الله يخليك وتدري الوقت زاهيننا فما ادور هاي السوالف لين ابوي رجال خير وتدري احنا ناس يعني منطقه مصالب. منطقه اجتماعيه نعم. منطقه هاي فوين اقدر اسوي شغلات هاي فاحترم ابد ابد لذلك انا ما مطربك يعني ما امرقم ابنيه اب وين قلت التليفون قال التليفون قلت تعال رقم التليفون الارض وينك حلو دقعد دقعد لا دفرك حلو تعرف شيء ما مسوي بحياته كل ملعدات يا بعث بس مو لا مرقم ما دافع فلوس لا مرقم طيور لا لا ابد 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 كل شيء ما الحمد لله الحمد لله انا اقول لك عندي حنك الحمد لله ابو حنك والناس يقول ابو حنك زين ايش عجب ما تخسره ما خلى لا 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 هو هذا لانه هو جايب لي سهبه هو جاب لك السهبة جاب لي سهبة خذ سهبة همه وكلش وكلش هذا يعني ماركة صح يعني حاول انه على البارد يرجع لك اياه ما يحتاج ايش عندي حليلة ما عندي خبط قاعد على وجه الدكتور شوفي ولك سمع نط تشمبو احنا بنخلص اللقاء اللي راح نشينه اوكي لا بد اعطيك مطين استاذ ماجد شرفتنا خلص ما خلص نقلب هذه شوي تريد شوي يلا كيف خليه طبعا بحضورك شرفت يتم الفرح والسرور حضوركم يتم الفرح والسرور ايتك ان شرف انه انا الي الشرف انه قاعد امامك الله شاهد طبعا انا اهنيك على هذا البرنامج رغم ببساطته ورغم هاي الادوات الخفيفه البسيطه لكن اكيد انت راح ذكرك بهذا البرنامج نعم. بالمستقبل ان شاء الله ان شاء الله سبحانه وتعالى اعطانا امر لك وانه كل الناس اللي يشاهدونا الله يحفظ العراقيين ويحفظ قناتكم قناه الديار نعم. راح هذا يكون بصمه من ضمن دوره البرامج اللي موجوده في قناه الديار تسلم. انت ابوك علم وانت ان شاء الله راح يعني تروح مستوى سيد الوالدين الوالد من الشعراء الرائعين فان شاء الله اتمنى لك التوفيق رقم بساطة هذا البرنامج وهذا نعم. على الاسئله هاي كلها يعني مو معروف اعرفها لكن بدي تلطف وكذا حتى اخوك انا بحيث رغم ما انه انا من البدايه كل الاسئله ما عرفتها بارك الله فيك وين دلون طريق طبعا شرفتنا استاذ الله يسلمك حبيب قلبي ام علاوي نورتنا برنامجي برنامج صقع فقع وللشهاده والفخر انه قاعد قدامك لا يا حبيب قلبي انت انت الغالي وانت الزين وانت الذهب لذلك انت كان اختيارك فعلا ابو كان كلش حلو انا متابع كلش احرك وطوك البكان الحلو اللي تستحق الحمد لله يا رب ان شاء الله التوفيق لك يا حبيبي وبهاي القناه والتوفيق ايضا للكادر هذا الحلوين المصورين الزملاء والاصدقاء وابو حسبه علي حسبه ابو تشينكو كان اللي قال قوم اطلع برا قوم قوم اطلع برا قوم كيفك قوم اطلع برا قوم اطلع برا كان يستحيل بس ما لا بثل شيء بس اضرب راجدي بس كيش بسوي بس اضرب راجدي مجاني فدوال عمرك بنت حياتنا استاذ ماجد حبيب قلبي فدوال عمرك دق لنا شوي عمو بعد شوي دق لي لان صاحب عائله خلينا بعلاقه اجيب لك بعلاقه شنو طماطم؟ دق لنا عمو شوي دق لنا شوي دق لنا شوي لا طلع الخيار ها خزيت يعني موضوع صار له كم سنه ما حد حاله يا اخي يجي من محافظه الجنوب اللي هي بغداد تقول داخل الدبليو سي ريحه تقتل يا اخي شوفوا لنا حل وين المحافظ وين الوزاره عن هذا الموضوع شوفونا شارة شوفونا شارة يا أخي ما يصير هيك يعني اللي يدخل من الجنوب البغداد معمل معمل مال
محاولين السماد نباتي في سبيل اللي يجي من الجنوب يشتمريح. يا أخي إلى متى احنا نظل هيك؟ شوفونا شارة مشي عليكم سازوكي حاطوا ياكم سلطع برجر، شوفونا حل هي مال كاكاو سمعنا تشنبوك. حبايبي انتهت حلقتنا اليوم، ان شاء الله كانت حلقة خفيفة عليكم وظريفة ونحيفة وعفيفة وكلهن. انتظروني بحلقة اخرى من برنامج صيقع فقع. سمعنا جنبك نفس المعزف ماتي هي ما انا راح اجيب لك قوس ابو يا عم ان شاء الله.